انزل انزل جو انزل جو. انزل انزل جو انزل جو انزل جو انزل جو. اسمع هاي مجموعه من مطالب رفعناها باسمكم حتى قبل ما هي نفس. حتى هي هاي تونا طالعينها انوار. انا انت هاي تسلم للرقامه. ارجع لي ورا تصورك. ارجع لي ورا. الكل خليكم وياي. هاي مطالبكم. احنا من كتبناها لان احنا وانتم واحد. ما تحسون بيه نحس بيه. ما تشعرون بيه تشعرون بيه. الكل يوافق يرفع ايده، ما يوافق يقول ما نوافق. نعم. من كل مطلب اقرا. نعم. والله حسين زل جو، ابو محمد بس ارجع لي ورا. هي موجوده 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 اخوي. تحس بيه نحسه. بس ارجع لي ورا تصور. تحت شعار اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. بس ارجع لي ورا يا جماعه. ولشعار اخر يقول ارفع راسك انت عراقي. الكل راحل وانت باقي. هذا بلدك واهل البلد اولى ببلدهم. مطالب للسيد قائم مقام قضاء راوه. واحد، توفير مفردات البطاقه التمويليه كامله. اثنين، النظر برفع رواتب المتقاعدين. توظيف العاطلين عن العمل. البدء بانتخابات ديمقراطية لمجلس محلي يمثل أهالي راوة. إقالة القديم. إقالة مدير بلدية راوة لعدم كفاءته. تحسين خدمات الكهرباء والهاتف وتخفيض أسعارها المجحفة. فتح دائرة تسجيل عقاري في قضاء راوة. تكملة إكساء طريق ريف راوة. إكساء طريق راوة الموصل لكونه استراتيجي. دعم حصة القضاء من المنتجات النفطية وتخفيض أسعارها العالية. المطالبة بخروج القوات الاحتلال الأمريكي والفارسي من البلاد. وقف المداهمات الليلية والعشوائية بدون مسوق قانوني. إلغاء وظيفة المخبر السري والكيدي. إلغاء قانون الإقصاء والتهميش وخلق المساواة بين الجميع. نبذ الطائفية والعنصرية والتسلطية. إطلاق سراح المعتقلين الذين ليس لديهم جرم. محاسبة المفسدين والمسيئين وسراق قوات الشعب. النظر بتسجيل الآليات الحديثة والتي دخلت قطرنا الحبيب رسميا وبدون تسقيط رقم. نعم. إعادة فتح مركز تسويق الحنطة في راوة. نعم. تحسين الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية للبلد وتطوير مستشفى راوة. نعم. إنشاء محطة تغذية كهرباء خاصة بقضاء راوة. نعم. والله على ما أقول شهيد. عندي طلب اخر ما راح اسجله بس راح اسمعه. نطلب من المسؤولين ان يرفعون القبل من اذانهم. نطلب من كل مسؤولين ان يرفع القبل من اذانهم. بس ارجع لورا. ارجع قيم مقام. لا تسمع مطالبهم. زين ابو محمد عندك مطالب اخرى طيبوها. بس لحظه بس لحظه ابو فيصل ابو فيصل ابو فيصل بس راح نضيف مطلبين جديد. هاي قضايا امنيه بكل. لا لا هاي ما هاي قضايا امنيه ما لها علاقه. بس اصبر. بس
احمد اسمع 22 ويلي بالقاع بالقاع ابو فيصل ابو فيصل ابو فيصل ابو فيصل منتسبين من احمد اكتبها على عدم أذية المعتقلين طالب حقوق المعتقلين وبخاطر انت وياه الدولة والسلطة والقانون نتمنى 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 أن نجد منا إصغاء لمطالبنا مطالبنا حق مطالبنا حق لأنه إحنا قبل أن نكون أي شيء إحنا عراقيين وأن حق بهذا الوطن والحكومة الموجودة أمامنا ابتداء من السيد نوري المالكي نزولا إلى السيد قايم مقام هم انتخبوهم الشعب وهذا قانون احنا سويناه. اذا الحكومه ما تلبد لنا مطالبنا، ما تعمل معانا احنا ممكن ان نغير هذا القانون ونزيله. نعم. احنا تحت شعار ارفع راسك انت عراقي الكل راحل وانت باقي. هذا بلدنا احنا اللي باقي. نعم اسمح لي. مره ثانيه باسمكم نرحب بالسيد القائم مقام والساده المسؤولين في قضاء راوه ويتفضل الاستاذ بهجة نعيم محمد لالقاء مع متطلبات راوة إقراءها أمام السيد القائم مقام المسؤولين بس دقيقة أهل هاي المطالب هسه انقرت من لا انقرت الشعب مطالب الشباب هسه هسه ورا ما يكملها ورا ما يكملها علي أخوان بس ما عليك احنا قرينا المطالب لكم وحصلنا على موافقتكم انتم لانه قبل ما اقراها يجب ان تكونون انتم لكم لمسه بس خلوني احكي خلوني احكي الله يخليكم خليني احكي الله يخليكم هسه اي واحد عنده شيء يرفع ايده يضيف ونضيف وضف لك اياها يا بس اسمع بس خلي واحد بس اسمع ابو حكيم اسمع اخوان اخوان بس اسمع انتم رجاء انتم مثلتونا بس اسمع انتم مثلتونا باشر 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 كل واحد بيكم اسكت والله رجاء خلي يحكي بس بالسر خلي هسه المطالب العامه اذا عندك اسمح بس دقيقه بس دقيقه كل واحد 10 دقائق اذا صار كل واحد ربع ساعه مو ساحر بس اسمك على اسكت خصمي سيد القائم مقام خليك تقرا بس اصطبر يلا احكي يا استاذ مطالب اللي انتم وافقتم عليها راح ننقلها شخصيا للسيد القائم مقام امامكم وبامانه ونتمنى نتمنى من كل قلوبنا ان يكون السيد القائم مقام عين واذن صاغيه لنا صح واحنا عندنا امل ب بعد الله ان نحقق ولو 20% من مطالبنا نكون احنا شاكرين ان شاء الله كلكم راح اسمع اول مطلب يا سيادة القيم مقام هو أن تتوفر مفردات البطاقة التموينية. البارحة بالتلفزيون مخصصة مليارات للبطاقة التموينية. ما نشوفها شكر سنتين، شاي 3 سنين، الدهن ما شفناه غير وجبة واحدة من 4 سنين، ما نستلمه تمن معفن وصابونات. أين ذهبت مفردات البطاقة التموينية؟ نسأل الدولة. اثنين، النظر برفع رواتب المتقاعدين. ثلاثة توظيف العاطلين عن العمل وأحب أن هنا أقول نقطة نيابة عن كل الناس التعيين في راوة لناس وناس فعلا صحيح ولسبب
الحكي هذا. ولو تتفضل سيادتك، ولو تتفضل سيادتك تزور الدوائر وتسأل كل واحد بالدائرة أنت منين، راح تكون كلامي واضح. يسأل المتعينين جدا، جدا نائب المسؤولين الأربعة. البت بانتخابات ديمقراطية لمجلس محلي جديد يمثل أهالي راوة وإطالة القديم، لأن القديم معين من المحتل ويمثل فئة واحدة. إطالة مدير بلدية راوة لعدم كفاءته. ستة، تحسين خدمات الكهرباء والهاتف وتخفيض أسعارها. أستاذ أندي اللي حاجيك 99,750 دفعت بريد مال الكهرباء، وإذا ما أدفعها ينقطع عليه التلفون، وكلهم هسه يسمعون مقطوع عنهم التلفون، لانه مو قادرين يدفعون. صحيح. هسه هذه الخدمه، هاي التلفونات هي خدمه للمواطن، مو اجحاف ولا تكفير. صحيح. فتح دائره تسجيل عقاري في قضاء راوه، استاذ المواطن يعاني ما يعاني العانه حتى يحصل على صوره قيد. شنو الضير ان احنا قضاءهم ما قضاء ان يكون مكتب او دائره تسجيل عقاري موجوده الكفاءات. حق. تحسين خدمات العفو، تكمله اقصاء طريق ريف راوه. 90% من راوهم مزارعين، وعلاقتهم مع من؟ مع الأرض. و 90% من إيرادهم من غلة الأرض. إذا الطريق غير صالح، إذا نقل الغلة راح يكون في مشكلة، وراح تكون البضاعة اللي توصل أيضا تالفة نتيجة رداءة الطريق. إحنا بدينا ولكن البداية غير سليمة. نشوف هذا الطريق، أنا أعتقد معلوماتي الشخصية أنه صرفت مبلغه كله، ولكن ما نفذ هو جزء منه. أين راح ذهب الباقي؟ نتمنى أنه على إيدك نجد الباقي وين راح. نفذت 19 ولا طول مالها 60. أستاذ، دعم حصة القضاء من المنتجات النفطية وتخفيض أسعارها العالية. النفط ده يتلاعب بيه بشكل كامل. النفط الأبيض، النفط الأبيض والنفط الغاز والغاز والبنزين والوقود كله، نريد حصة أكثر. يحضر 5000 طن بطاقة وما ينطونه، ما ينطونه قال. بس اسمع خليني اكمل. صحيح. المطالبه الحقيقيه بخروج قوات الاحتلال الامريكيه والفارسيه من البلاد. معلوماتنا انه القوات الفارسيه لها موطن في بلادنا. وقف المداهمات الليلية والعشوائية بدون مسوغ قانوني. استاذ، احنا دولة القانون، واستاذ نوري المالك يقول احنا نمثل القانون. وين اكو قانون يجي بنص الليل اخذه من الفراش مرته وقلعه وراحه وما حد يدري بيه وين؟ واللي يمثل، اللي يقتلك انه يمثل رئيس سلطة ويمثل عضو مجلس.